هبر شعلو وردتك وردتك إن دعاتك وردتك إن دعاتك نوع أنا وكلا كلا كفتمية إسوا أديركي أنا محبوس إيه هاي بمغالطة إنت سوق عطارنا يا بلين كان إيجا سعد يونس كأت شيء سيد اللانجاب كإيرونار كا حلين أو جامع سيادة يدير صدق هي طبعا إنت عندك ما صدق هي طبعا كي ميدة حبال ودريت كوريدي هل كاسي مغالطة يسوي ردي يبتشر ده مركي لدلي حتى والله يصدوه أنا وحكلا شيء سيد الله ني أخير كل لانجاب سنة وبل إل ما هذا الرجال وكمان تيجا وحكلا حكا صوري جنين هبر محبوس كصوري جا هبر محبوس كصوري جا مغال كسي شر جري جو جو ورکلنتی و عنوان اکس ساحی بیل سود واد میل کس دافعه دیو دکچوکتان ور مقال کریمان تو حکومت سعدا قلو فتچلیسند اما حبر محبوس لرد و فتچلیسند بانو بیام و حبر محبوس شلی وحاشرتی لام مالمتکار مقال انسوگری مقال کسان کشیگیو ویل چه معصیاد آه او ابتدی کدیلی دیگر نده طبعا اساعی قلبیت کجبل کسول ویل کی او قربی و طبعا میت کی نه طبعا او لبانتی لجوس و رجی انت حبرش علی لوس و دیبی ويل کس وحاد لی سعدی ونس بعدلي هبه دلي ويلكا سعدي ونسى مركو مركي دلين سين حريستارا ابتيغي ايا ودلي مركو ابتيغي نحريستارا ودلي ديمالي لبنت جامع سياد لب لاغا دنبيه لب ما اسلام مركي با جامع سياد قعما فوديد بانكوغا قولكا 13 دي حبسي با غوبلكا سول 13 او اسكو ريرو سعدي ونسبا كوجيري 13 كي با انت لدلي بانو حبال ودارد كو اسناي دولت كلاس عانودا waxaan arkayeen in wariyad la dhaho oo futo futo ah wariyad miyad la dhaafo wariyad baa la dhaa 8 bilood ama 9 bilood ka badan baan dabcan warbaahinta ku jeen social media lagu dagaalamaya dagaalo baan dhexmarayaan bal qoodiin iyo xiradin xinintin bal ila eega ninkaas foosho xun ninka aad moodasid bil aadan xataa uma eega وحاسا قاس وحكا سو شيغي إن آذير إلهي باسا كاردقاي إلهي باسا كاردقاي فول حمد هذا بلا آذن حتى لقوم موضا حولا لقوم موضا بلا آذن واللي يبلينا بلا آذن لقوم موضين أدوكو إلهي سا كاردقاي أدوكو إلهي لانقاب لانقاب دالي أو حبرش على كاردقاي مياد الله الله يسانين ربان تا أو هرتيا أو جامع سيادة أو أنوغا هاي أو دوبيا أو شي استدولا وريد إساغودن أما حبرش علودن كاد كفانسين أنا حبسي سيقوم يتشرو بل سؤال شيء يك جوابي كرا فيصل عبد بوتان قال ليف ليف فيصل يدور وجا شو أما يدور دبع يونو أما هبر تعلوي فيصل هو ذاك جوهرنا فيصل هو أكو تعلاي فيصل هو أنا حبس سوي جمعة شرو أنا جو حبس سوي جمعة شرو أضو سوي ما أضو سوي ما حبس سوي جمعة شرو وريارين وريسا بين محارس يقول شيء كيسان بين تي نحلة محارس يقول شيء كيسان ninkaas 8 bilood baad dagaal lagu wada jiray 8 bilood baad dhalinyaradu qeylinaysey ninkaas tusaale ahaan ninkaan futo futu eegay bil aadan xataa uma eega ninkaas isqarinaya buu isqarinaya maxaad isla qarinaysaa miya nin raga ilaahay ka dhigin miya nin boqol ka dhigin dadnimo xumadaada kugu kaliftay inaad futo soo xiratid futo saa ula soo fadhiisato futo 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 ay guswaakan فوتو نعلد نعلد ده شيء واتا أديكو إلى هاي بس ها كاردي جاي أو دني محمد هذا تاعي أو ولي بد دني محمد إيه دمير لاوي أسوق درسان تاعي بعد هكلا كفتة ما يسا إيه نادر ماركو ربل وجهي على صحة ميديا ده كوسو بانك سوشيال ميديا وجهي على صحة سوقلي هكنا وحلا جو جوس لكن إن لانجاب لانجاب دلعت هاي أو عيلان تاعي في آخرنا عيلان تاعي بنكون شيء غير ولا العيل بهلك كوجي عيل كوحة وكوجي عن كوشة غير ريسو نين جامع سيادة أو شيء أسا كلها الله يا وش شيء سيادة قال كابير الإلهي هذا هو أوريجين حتى تلف كي يا كقرن إيش تص بعدك كويس وعن لكن أدوه عدا إذا شيخة ورح هبرش على شيخة حق له وأرجع هبرش على دن هل شيخ حتى نين قرآن كنا ميجي مال أنا ينوب كل جين دين حتى دودو كايني ما دافين هبرش علىي دين حتى دودو كايني ما دافين أنا ينوب وريارين هبرش على magaalada burco bariga burco waa bariga meesha kaliye ugu argagixisada badan baad ka soo jeeda adoo bariga burco ka soo jeeda meel la lasan jaamac siyaad war ninka kula hadlaya waa nin jaamac siyaad oo doobiya oo adeerkaagii aad adigu ku faanaysay xabsi maanta ugu jiro adoon u yahay kuwa kalena waxaan haynaa 508 maxbuus baan haynaa halka 500 ay yihiin habar jeclo سديت كلمة تكانا وغروف كارف وكلية إساق كله سديشن بقول أو نيم بانكا هيا هوب كي وجب ناجيل إند بدنا ما مغلي شرتي هذا تاريخ تكانت هوب كي إند بدنا نكا هيا مركزات هذا ليس ولا دمير لاوة دين لاوة تا إيه دلية نيو useless با تاي وريدا دو بل ما بقول لك وريدا 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 دلية دا وريدا دلية دا هذه كان أغنى واحد هاي واحد جديد نعم دتكو كلا لاندي ريسن
ninka kula hadlaya waa nin jeesa waa ninka adeerka u xiran yahay waa ninka waalidiintaada iyo wixii habar jecel ah oo dhan waa ninka ay xirxireen 500 oo nin oo habar jecel ah oo Faisal Cabdi Bootan uu ku jiro baa xabsi ani igu jira inaad maxaad la qeylqeylin maxaad meelaha muqaalada u soo qaad qaadan ana ku dhayn nin jaamac siyaasad Saad Yunus naga dilay 13 nin baanu u dilay hadda muqaalada iyo sawirada iyo waxyaabaha la soo diray hadaan hadda soo bandhigo xogaha shuruucda social media ay qabanaysaa laakiin ma soo bandhigi karo oo dabcan waxaan u soo bandhigi karin meeshan rule and regulation bay leedahay hadaan aad afka qalaad fahmayna waa ku ogaa Yuruba joogta Sweden ma joogta bila sharci baa tahay qaxoonti baa tahay qaxoonti baa tahay bila sharci baa tahay Saudiga maalmihi dhowta cadaad yeelaha hartiya iga celiya hartiba ay wasay hartiba sharciga igala noqday ayay ogeyo baayey wadigii baruurinayay inaadeer adoo baruurinayo la hartiba saan yeelay hartiba ay dubeeyay inaadeer niraga hadduu ilaahay ka dhigay wajigaaga saxda ma soo bandhigtid maxaa dabada iyo futada u soo xiraanaysa war waridaado futay guswaakan futay futay guswaakan waridaado hadii aad qof bilaa aadana tahay maad wajigaaga saxda social media ku soo bandhigtid anigu sheekh maana cidaydu waa sheekh war haba jecel ma sheekh leh inaadeer haba jecel ma sheekh leh haba jecel dhudhunkaaga diintu ma dhaafin diinta magaalada burca bariga burca degan tahay waa meesha kaliya ugu fasahaadka badan oo la dhaho tiina ti ilaahay waxay dhaan ma taqaan reer burcoodka ar ilaahay ilaahay diinta saad u caayisan xataa meelaha gaar looga macaayo heer waxaa la gaaray bariga burca degan tahay nacaladi korkiina ay ahaato inaadeer adigu aan ognahay waxaad tahay adigu aan ognahay waxaad gudid miyaad nin jaamac siyaad la hadlaysa oo doobinaya war adeerkaagii aad lahayd jeneraal buu noo yahay adeerkaaba maanta aniga xabsi iigu jira adeerkaaba maanta aniga adoon iya adoon adoon dhalay iya markaasaad hadlaysa war niyo war heedhe eyna waaciya maxay soomaalidu ay ku maamaadaa qof noola waa hadla eyna waaciya adigu ey baa tahay adoo ey dhalay ah adigu anaguna isirkaagu meeshuu galo inuu eyda inuu ehlunaar uu galo inuu ey abtirsiyaha wax ku gala isaaqo oromuu galaa nin oromo gala meel hadli karaa war sanad 2023 afar abaad yeelatay adigoo habar jeclaa afar abaad yeelatay wareede anuu meeshan weligay taagnaa baan taaganay inuu baanta oo hartiya oo daarooda kabla laxan taaganay laakiin adu afar abaad yeelatay wariyare nuu adduunka waxaa ugu xun marka laangaab aan kula kaftamo laangaab markuu kula kaftamo ugu xun laangaab dhalay oo ehlu naar ah oo aan ognahay wuxuu gudo iyo wuxuu galo baa anakana la kaftamay ku daafada nuu adduunka adduunyadan lagu sheegayaba waa noocaas oo kale war sanadkii hore miyaadan ahayn ninkii afarta aaba yeeshay ma haddaad qof bil aadana noqoteen war futa jilicsanay habar maxbuus habar maxbuus habar maxbuus waladaas hal magac ugu yeera dhibaato hal magac ugu yeera habar maxbuus baa la dhahaa futa jeclo laa ilaaha illallah futa jeclo habar maxbuus baa la dhahaa kii qof dagaalami kara male 8 bilood iyo markaan magaalada ka qabsaday inta nin aan ka dilay aan tiray xadi male inta sarkaal oo habar jeclaa oo inaadeerkay ka dilay tiray xadi male maxaad la cabaadi maxaad u leedahay bal reer dhan bal tusaale ahaan qaran bay sheegan jiray qarankii waa ka burburiyey hadda milishiya beeleed baan ciidanka qaran ma jiray milishiya beeleed hadda noqday war anigoo si kasta kugu laan dheereeyey miyaad weli ila kaftamaysaa gudaafad u dhashay ninkii habar jeela ugu qiimaha badnaaba ani xabsi iigu jira oo maxbuusiya markaasaad ila hadlaysaa gudaafad u dhashay war heedhe habar jecel war dadku indha adaga noocan oo kale kula kaftamaya isagoo adeerkii aniga maxbuus ii yahay buu muqaalada inta soo qaato oranaya bal ninkan eega Saad Yuniska aad sheegay sida laangaabka ehlunaarka hal nin oo jaamac siyaaday dilay 13 nin intaan dilay maan 13kii meedda xabaal wadareed ku riday halkaasay muqaalada iyo sawiradu ugu jiraan markii la dilay xataa waa la soo duubay ana wax kale aad sheegaysaa allah nin reer ku laangaabsana oo bal in maade reyaalo commentiga wax kale ha ka soo dhiginina habar maxbuus ka soo dhiga muqaalka si sheer garee jow